أول إشي بحكي لك حماية من الخوف، وبكفي يعني الناس اللي حرام تقتلت أكتر من هيك، وبالناس عدد الشهداء يزيد أكتر من هيك، وراحة نفسية لإنا شوية نهدى شوية على القليلة. الأولاد يعني هاي يتحركوا، أنا كوحدة ما كنتش قادرة أتحرك يعني بدون هدنة بدون إشي. لما صارت الهدنة طلعنا جبت شوية مستلزمات لأولادي من برا، إشي ما قابل خوف خطر. بعرف ناس من نجاة غيرت بمسيلة ضيلة. وجينا هنا اللي صار معاه يعني مرض، والروح مش لحقين نروح على المستشفيات من اللي صار يعني الوضع اللي صار فينا. حتى الهواء اللي بتنفسه في مرض، حتى على الهواء اللي بيرتمي علينا والشيء بيصير. والله هيهم عندهم منتشر عنا الأمراض، عنا من السهال من حمية من